السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثارت التيك توكر المصرية حنين حسام الجدل بعدما طلبت بنات للعمل أونلاين بمرتب 3000 دولار، والعمل عبارة عن التعرف على شباب على أحد التطبيقات، ووصف متابعيها أن مثل هذا العمل هو عمل دعارة واضح للجميع، مؤكدين أن تصرف حنين حسام كان غلط من البداية، وأنها لازم تتحرى الدقة في الشغل اللي بتقدمه لو تبعيها، خاصة أن معظم جمهورها من الأندر إيدج واللي ممكن ينساقوا تحت أي ظروف وأي مسمى لأي حد بيحاول يستثمرهم. أهلا بكم في كرة شراب، وفي الحلقة دي هنتكلم عن حياة حنين حسام كاملة وبالتفصيل. وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل للفيديو ده 9000 لايك. معقول مش هنلاقي 9000 شخص معترضين على محتوى حنين حسام؟ لو معترض على محتوى ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو. وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصل لك فيديوهاتنا اول باول. خناقة حنين حسام مع نبيلوز واضح انها اصبحت كبيرة جدا ووصلت للمحاكم على حد قول نبيلوز، ولكن الامر تطور الى ظهور حنين حسام في فيديوهات بتتكلم فيها على اعراض ناس زي والدة اليوتيوبر محمد ابراهيم، وكمان بتأكد فيها على فيديو نبيلوز مخل مع احد البنات، وده اللي كانت بتتكلم فيه بجراءة كبيرة جدا وعرضها لانتقادات كبيرة جدا في الوطن العربي. تفتكروا هل حنين حسام واعية للي هي بتعمله؟ اكتبوا لنا في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير، والناس اللي اول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي.